حضرتك بتتكلم عن الروح الرياضيه يعني للنجوم بتاعت الجيل الحالي اللي ما تعرفش المعلومه دي. كابتن ياكن حسين النجم الكبير نجم نادي الزمالك والد الكابتن هشام لعب في النادي الاهلي قبل نادي الزمالك بالظبط. أيوة. كده احكي لنا بقى عشان الاجيال اللي جايه دي والاجيال الحاليه. طبعا هو كابتن ياكن كان راجع من اسوان كان احنا يعني كنا قاعدين في اسوان او يعني الوالد وجدي وطبعا لما والدي راح اسوان لعب في نادي اسمه نادي النوبه فشارك هناك في اسوان وكان بداياته هناك. رجع من اسوان انتقل على طول للنادي الاهلي. ايوه راح وهو عنده 16 سنه ناشئين النادي الاهلي لكن في خلال ايام بسيطه قدر يستحوذ على الناس هناك قدروا يساعدوه من قطاع الناشئين الى الدرجه الاولى وهو شارك مع النادي الاهلي سنتين. ايوه طبعا لعب مع نجوم كبار طبعا كابتن صالح سليم والناس دي كلها انت فاهم انت عارف في الوقت ده كان وكابتن عادل هيكل الله يرحمه يعني جيل عظيم بنوا بينهم وبين بعض علاقات حلوه. لكن انت عارف كان في زمان حاجه اسمها موسم انتقالات. ايوه الموسم الانتقالات كانت ممكن يحق للاعب انه ينتقل لنادي اخر زي الاحتراف بس بطريقه لطيفه يعني كانت اسهل فرغبه اللعيب ان هو انتقل. طبعا كابتن ياكن وكان معاه كابتن زكي عثمان انتقلوا من النادي الاهلي لنادي الزمالك. تفتكر كابتن ياكن قال لك اتنقل من الاهلي للزمالك بكام؟ اخذ فزبه راح انتقل. طب ايه الحكايه بقى انت عارف كان زمان الفزبه على فكره كانت ساعتها كانت وسيله مواصلات اغلى من العربيه. ايوه كانت حاجه كبيره وقتها كبيره جدا وبعد كده فهو يعني كان ساعتها ادوله فزبه كلمتك السهوله حضرتك بتقولها من الاهلي للزمالك والدنيا حلوه والدنيا سهله وكان في لعيبه كتير من الزمالك للاهلي ومن الاهلي للزمالك كتير. ما بص احنا بدل دخلنا مجال الاحتراف يبقى لازم اكون مجال الاحتراف ده لازم ابقى عندي المعاني كلها. النهارده ميسي او رونالدو انتقلوا من انديه الانديه محمد صلاح لعب مثلا في نادي مثلا وقدر يلعب قدام النادي بتاعه بتاع ايطاليا يعني عايزين نقول الموضوع بقى سهل. احنا عايزين نقول ايه التعصب اللي احنا عايشين فيه او كلام ده نتيجه بعض الاشخاص اللي بيندسوا داخل الجماهير ويعملوا الحته دي وده اللي احنا بنرفضه هنا في برنامجنا رد الجميل. احنا بنقول يعني لا للتعصب نعم للروح الرياضيه دايما الاهلي والزمالك كل الانديه ايد واحده نحن كلنا في الاخر بنمثل مصر. نادي الزمالك جه في وقت من الاوقات كابتن صالح سليم حضر للكابتن حسن حلمي جه احتفل بالكابتن حسن حلمي في نادي الزمالك يعني كان في ود يعني وصالح سليم اللي راح لحسن حلمي. ايوه يعني انت فاهم يعني بيوريك عظمه النجوم الكبيره دي ازاي ان هم فعلا كان في ترابط. المنافسه شيء طبيعي انا انزل الملعب معلش يعني انا كنت بنزل بموت نفسي قدام نادي الاهلي بعد المباراه حبايب بالظبط انا كنت بلعب على حسام حسن وعلى طاهر ابو زيد وعلى بالمنتخب بنخرج ضاربين بعض مقطعين بعض ونخرج من الملعب وكأن لم يكن اي حاجه خلاص الموضوع احنا عارفين يعني ايه تربينا على يعني ايه حبنا انا حبي لنادي الزمالك عامل ازاي وحب لاعب النادي الاهلي لفرقته والجمهور وشيء طبيعي ان احنا يحصل احتكاكات ويحصل اداء قوي داخل الملعب لكن ده ما يخلكش انك انت تخش بالعصبيه. في الاول وفي الاخر في بعض الجماهير عندها تعصب وعندها حب الانتماء لناديها والكلام ده كله انا عندي حب انتماء النادي الزمالك بشكل فظيع بحارب من اجل نادي الزمالك لكن كل واحد بيبين حبه بالدرجه دي بطريقه معينه انك انت ازاي تخلي الناس تحترمك وازاي انت تحترمهم وده دور النجوم الكبار. عايز ارجع للكابتن ياكن حسين كان واحد من نجوم نادي الزمالك الكبار وكان ملقب بملك التغطيه. ملك التغطيه هو انتقل طبعا الكابتن ياكن لعب 22 سنه درجه اولى اعتزل ما شاء الله متاخر في سن 40 سنه هو لعب بدري كلاعب
وبطل وهو سنه 72 او 71 اتذكر ماتش الاهلي والزمالك. يعني كانت الماتشات الاخرانيه بتاعته اللي هو كان بتاع مروان كنفاني لما ضرب ابراهيم الدسوقي داخل منطقه الجزاء والماتش ده ما كملش. حصل ان فاروق جعفر كان اول ماتشاته والكابتن كان اللي طلب ان فاروق جعفر يشوط ضربه الجزاء لانه كان الكابتن الكبير بتاع النادي، وخلى فاروق جعفر يشوط ضربه الجزاء والماتش ما كملش ساعتها. اللي هو الهدف اللي هو الماتش ده ما كملش في الاستاد، انا كنت موجود في الاستاد يعني انا كنت صغير يعني عندي كان 9 سنين تقريبا اتفرجت على الماتش، وساعتها الجرايد والملعب كان شايط على الاخر. طبعا اكيد الحاجات دي اللحظات اللي بتشوفها دي احنا في الاول وفي الاخر برضو عايز اقول حب الناس لكره القدم خلاهم ان هم يتصرفوا تصرفات طبعا ساعات بتطلع خارج النطاق. لكن طبعا الكابتن ياكن احنا عشان بنتكلم برضو عليه كابتن ياكن لقب ملك التغطيه، لعب قدام نجوم كبيره جدا، لعب اولمبيات 2 اولمبيات اثنين، واحده في طوكيو وواحده في روما في ايطاليا لعب طبعا دوره العاب، لعب مع الاجيال اللي هي كانت الكبيره عصر اجيال كتير في الزمالك واستهام لعب ماتشات واستهام لعب ماتشات كتيره جدا. على فكره يمكن انا وكابتن ياكن عملنا 3 بطوله الدوري يعني احنا واخدينه تقريبا دلوقتي 13 مره انا وكابتن ياكن واخدين 8 دوري من اصل 13 بطوله يعني